السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناه فيروس كرافت تايم. اليوم ان شاء الله غادي نصايبوا هاد الديكور الزوين على شكل فاكهه الاناناس باستعمال عجينه السيراميك كيصلح كحامل مفاتيح في الدخله ديال المنزل او حامل اكسسوارات في غرفه النوم. نتمنى تعجبكم الفكره، واللي كيشاهدوا الفيديو ديالي لاول مره اعملوا سبسكرايب، فعلوا الجرس وانتظروا التطبيق. اذا غادي نحتاجوا لعجينه السيراميك اللي فاتنا صايبناها من قبل. غادي نحتاجوا لهاد الموتيف ديال الاناناس، غادي نخلي لكم صندوق الوصف، جوج الوراق ديال البابيو سلفوريزي ورق الفرن، وعود وموس ومدلك. اول حاجه غادي ندير غادي ناخذ العجينه ديال السيراميك، وغادي نحاول نطلقها بايديا بشكل طولي حركة باش تجيني سهلة أنني نسرحها بدلاك. وغادي نحطها ما بين جوج ورقات ديال البابيي سلفوريزي، وغادي نطلقها بالمدلك حتى نوصل للقياس اللي بغيت. هذا هو القياس اللي غادي نخلي عليه العجينه ديالي. غادي نعاود غير نسرحها واحد شويه صافي ونخدم بها. من بعد ما سرحتها غادي ناخذ داك الموتيف ديال الاناناس وغادي نحطه فوق منها. غادي نحاول نثبته بالصبع ديالي باش يلصق لي فوق العجينه بحال الطريقه هذه، باش الا بغيت نقطعو من الجناب يجيني ساهل، ما تبقاش هذيك الورقه كتنوض وتخسر لي الشكل اللي بغيت. نثبتها بحال هكذا. هنايا غادي ناخذ موس، من الاحسن انه يكون الراس ديالو ماضي، وغادي نبدا كنحيد في العجينه بهذه الطريقه. بقاو تمسحوا هذا الراس ديالو لانه بعض المرات كتلصق فيه العجينه ديال السيراميك، غير باش ما يعذبكمش وصافي. راها طريقه سهله بزاف. دابا غادي نحيد هاد العجينه اللي قطعت، غادي نعاود هاد البلاصه بنفس الطريقه. نتوما الا خفتوا انها تجيكم صعيبه، من الاحسن انكم تحيدوا دوك الجوانب كاملين ديال العجينه اللي زايدين، عاد تبداو تحددوا على الورقه. وغادي نكمل هاد الاناناس كامله بنفس الشكل ونطلقها. هذا هو الشكل ديالي بعد ما كملته. بالنسبه لهاد العجينه اللي كتشد راه غادي نعاود نقاد بحال هكا بيديا، وغادي نغطيها مزيان ونحتفظ بها حتى نصيب بها شي حاجه اخرى من بعد. بالنسبه للشكل ديالنا ها هو كيف ما كتشوفوا من الجنب. دابا غادي ناخذ العود وغادي نحاول نبدا نتراسي على هذوك الخطوط اللي كاينين في الوسط بهاد الطريقه، غير ما توركوش على العود من الفوق باش ما تقبش لكم الورقه. دائما ميلوا العود هاد خدمه بهاد الشكل هكا، راه غادي يطبع لكم في التحت. هنا من بعد ما كملتها كامله هذا هو الشكل اللي كنحصل عليه. هنا غادي نعاود ناخذ العود وغادي نبدا نعاود نتراسي عليهم لانه كاين شي خطوط ما بانوش مزيان. غادي نعاود
نبينهم بهذه الطريقة هذه حتى نكملها كاملة. دابا هذا هو الشكل اللي كنحصل عليه، نتمنى انها تكون الصورة كتبان لكم مزيان. دابا غادي ناخذ هاد الجهة الاخرى ديال العود وغادي نبدا نشكل بحال شكل التقيبات في الوسط ديال كل معين في الاناناس، يعني باش نضيف لها واحد اللمسة اخرى وصافي. هنا من بعد ما سالت الزين ديالها غادي ناخد شي بلاطو ولا شي صحن مقهر وغادي نحطها في وسط منه باش تجيني بحال شكل الصحن، بحال شكل الطبسيل، يعني انا بغيتها تكون شويه غارقه من الوسط. وغادي نبدا كنقاد لها في الجناب ديالها بحال هكا. غادي ناخذ هاد العود وغادي نعاود نتراسي على هذوك الخطوط لان انا وركت عليهم بيديا ومبقاش كيبانوا بزاف بحال هكا. من بعد غادي نخليها تنشف مده طويله، انا راه خليتها 5 ايام مع 6 ايام تنشفات مزيان، ومن بعد غادي نصبغها بهاد الصباغه هذه اللي كتشوف. وهذا هو الشكل النهائي للصحن ديالنا ديال اليوم. نتمنى تكون عجبتكم الفكره، ما تنساوش الاشتراك في القناه، تفعلوا الجرس، تبارطاجيو مع اصحابكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وفكره جديده.